شو هو عذاب الحب والخلافات والخيانة. تعالوا نعرف مع بعض. عذاب الحب هو ألم عاطفي بينتج عن خلافات عميقة بين شخصين متعلقين ببعض وبيحبوا بعض، وبيأثر على العلاقة نفسها بشكل سلبي وبيأذي مسيرتها. طب شو أسباب الألم العاطفي وعذاب الحب؟ هي مجموعة من الأسباب، منها لما يصير خلافات أو مشاكل بتتعلق في التنين اللي بيحبوا بعض، وخصوصا لما بعد ما يعترفوا بمشاعرهم تجاه بعض ويتعلقوا ببعض ويدخل كل واحد في عالم التاني ويكون في قمة السعادة والافتتان والحب، لأنه عم بيفهموا بعض وبيعتنوا ببعض. ولما يصير في مطب معين بصير في خلاف بينهم، وهون الخطر في كيف ينحل الخلاف وكيف بيتعامل الحبيب مع شريكه، وهون ممكن يصير عذاب الحب. العيلة أو الأصدقاء أو حتى الظروف النفسية ممكن تخلي الحب إشي متعب ومرهق رغم إنه حب صافي وعذب، وهون تطلع الأمور عن السيطرة وبصير الخلاف أكبر بسبب الظروف النفسية أو تدخل الأصدقاء والأهل بطريقة خاطئة. وإذا كبر الخلاف بتصير المشاعر مجروحة والعلاقة متوترة، وينتج عندي صدمات عاطفية ما كنت متوقعها من الحبيب، وبتحتاج للصبر والتفاهم بطريقة صحية عشان نطلع منها.